كيف فينا نزيد الدهون الجيدة بالسناكس تبعنا؟ بس منفكر بركي مرات بالسويتس وبالفروت، ولكن فيه كمان السناك تبعنا يكون غني بالدهون الجيدة. فينا نحط تفاح أو أبل أو بانانا مع البينات باتر، فينا يكون عم ناخد كمشة مكسرات أو كمشة بزر اللقطين، فينا نحط النوتس تبعنا باليوغرت، فينا نحط النوتس تبعنا كمان بالكورنفليكس as a snack، وبهالطريقة منكون عم نزيد الدهون الجيدة بالسناك.